طيب وفاكم بالصلوات على النبي. إن الأنام بنو أب، لكنما بالفضل تعرف قيمة الإنسان. رب بشر بخير ورب بشر بشر، فهذا البشر الجناس بلفظه بشر بشر، هذا اللي يقول به بعض أهل الأدب الباء زائدة في لفظة البشر. الإنسان متساو بالخلق وإن كان يمتاز أيضا بطول عرض، ببيضاض وجه أو بسمرة أو باحمرار، لكن العموم شنو؟ عينين لسان يدين رجلين أنف بدن متساوي. هذا الامتياز بطول وبعرض وشكل آخر، والمبدع الخالق عز وجل كل فرد أبدع بفد خلقة خاصة. مع هذا كله إن تساوى المخلوق بالخلق فهو غير متساو بالخلق، فالبشر على ما ذكرت لك أيها العزيز بهذه الأجزاء البدنية، لكن من البشر من علا وسما وصار يعرف بصفات لا يعرف بها إلا من ماثله بها، أو أنه يمتاز بصفات فلا يماثله بها أحد بالعالم قط. أما القسم الأول الصفات الذي بها أكو مماثلة، يماثل واحد الآخر عالم عالم، تقي تقي، بناء بناء، نجار نجار، صاحب صنع، زائر مماثل، هذا عمل ذاك عمل مثله، هذا جد فاجتهد وذاك جد فاجتهد. فإن قيل في هذا عالم قيل في غيره، إذا قيل في هذا أستاذ قيل في غيره، إذا قيل في هذا زائر اللي يمهم زائر، هذا هم زائر، هذا زائر، كلهم زوار، هاي مماثل. بس هذا الذي هو ماثل أخاه ماثله بالعمل، أو أكو مثلك مثلي من هو غير مماثل لنا بالوقت، يعني بقى في بلده ما اجى حاضر، الآن جنابك يماثلك الذي أنت معه وهو معك، لكن الذي بقى مكانه له ما هو مثيله، فأصبح بشر مترقي. هو صحيح متساوي بالخلق لكن امتاز بالخلق والعمل. وهناك من لهم الصفة الخاصة التي لا تكون لأحد غيرهم في العالم، مهما قلبت العالم ظهرا لبطن. وأشار المشير ومدح المادح وقال القائل: فما يقدر يدخل في ضميمة آية عين الله تبارك وتعالى فيها أهل بيت واحد. بيتين ما يصير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هذا الذي سمعتموه من الآية، ومثله من الأحاديث كثير، إن لم أقرأ فأنتم أعرف، لكن كلامي على هالجملة حتى أرجو من الله الروح الغير هل نتأخر بهالجملة يروح الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تزور جناب سيد شباب أهل الجنة؟ السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها. هذه الآية أو مثلها أحاديث، النبي صلى الله عليه وآله جالس يقرأ إنما يريد الله، أو قوله مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من حديث ومن آية يقرأ النبي المحضر الذي عند من الجملة أم سلمة رضوان الله عليها، فقالت يا رسول الله أنا منهم. هذا الحكي أم سلمة اللي هي امرأة سالمة وزوجة النبي ومرضية عند النبي ومستودعة لأسرار من النبي عندها، ولا تكلفني لعل تلتفت شنه الأسرار لو لم يكن منها إلا جلد الكبش، وشنه هو بعد ما يمكن كل شيء اللي يكتبه أمير المؤمنين وأملى عليه النبي. قال من طالبك به فهو خليفتي، وما طالبها إلا. فأم سلمة هي قالت يا رسول الله أنا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله أنت على خير لست منه. ما أيس قدم لها الخير، يعني أنت غير تتسألين أنت من أهل البيت ولا رجائك الخير والفوز، أنت على خير لكن لست منهم. الآية هذه تدور حول بيت طاهر يجمع محمدا عليا فاطمة، فاطمة بنت النبي بعلها علي، ذرية النبي من فاطمة، نسل علي نسل رسول الله من صلب علي، هذا داخل لها البيت ما يمكن. هذه خصوصية، خصوصية خصت أهل هذا البيت. يقول ذاك الموالي هالبيت هذا إني لمدح بني النبي لعاشق، والنظم يشهد لي بأني صادق، من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق، ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت. أعرف التمييز صير مميز، ساووا عترة النبي، النبي قال أوصيكم بالثقلين من بعدي، كتاب الله عترتي، الويش أوصاهم يعني إذا ما قرأوا القرآن وتمسكوا بالقرآن ينقص من شرف القرآن؟ ها لا، إذا ما اعتصموا بأهل البيت المنزل اللي الله عطاهم تنقص من أي شيء؟ لا، بس أراد قراءة القرآن ليحصل للقاري معناه، وأراد الاعتصام بأهل البيت حتى يرشدوه. فساووا كتاب الله استثناء إلا أنه هو صامت يعني القرآن وهم الكتاب الناطق، فبين المميز حقيقة لأنه عالم صامت عالم ناطق، يقين الناطق يفيد المجتمع، هذه ميزة. وهناك مميزات أخرى بعد نبينا صلى الله عليه وآله يختص بها إمامنا علي أمير المؤمنين. من وين أنقل أي جهة اللي أتوجه خصوصية بلي؟ أما قول النبي صلى الله عليه وآله في علي إمامنا أمير المؤمنين، يا علي أنت أخي،
ما قالها لغيره. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كلام النبي ونور بمحله، لا أنتقل أنا وياك إلى مكان يذكر الخصوصية المخصوصة خصها الله له من قول آخرين. سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، كل منهما يقول هذا القول. يقول إن لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ثلاث، لو كانت إحداهن لي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سعد بن أبي وقاص، أبو عمر بن سعد، وعبد الله ابن الخليفة عمر، هذول الاثنين يتكلمون هالكلام. يقول علي عنده ثلاثة أشياء، لو إحنا محصلين إن واحدة منهن كان أحب إنه من الدنيا. اثنين منهن يا جماعة كان يقدرون، واحدة لا، تخصيص ذاك. شنهن الثلاثة؟ قال خطابه تخصيصه بآية النجوى، وتخصيصه بالراية يوم خيبر، وتزويجه بفاطمة. أما في الزهراء سلامتك، هذا الشيء النور للنور. يقول لجبرائيل نور من نور، واي إجاو شنو تكلمه، والنبي رد هذا هم بحث خليه. نيجي السنين اللي يمكن التناول، زهراء هذا مستحيل. لو لم يكن كفوا لها أحد، وتلك كفوا له بالفاضل، لكن السنين آية النجوى وإعطاء الراية مو دفعة واحدة خصت لعلي أمير المؤمنين، لا اختص بها لما تكاسل تغافل أهملوها الناس، فاختصت بشأن علي أمير المؤمنين سلام الله. كما جنابك تختص بخير وغيرك أكو بالشارع هواي ناس يمرون، لكن جنابك من بينهم خصصت نفسك بجلسة مجلس لسيد شباب أهل الجنة في يوم 7 محرم في مجلس هالجماعة القطيفيين مع الزائرين. أمتزت أنت، ميزت نفسك من أولئك، وإلا مبسوط خلتيهم كلهم معكم أنا. آية النجوى تخصيصها، هذه هم تفاسير اللي ذكروها إخواننا من العامة فيها الخصوص. النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس، ويجلس عنده أصحابه، فقير غني متوسط الحال، النبي ما عنده هذا إذا كلا، فيحب الأكثر دنو الفقراء إلى الناس عنهم بما تعلم، لكن ما يحصل للنبي. كان الأغنياء يأتون ويزاحمون الفقراء، يجون يلزمون مكان، يجي فقير معوز مو أنه محتاج من النبي شيء، لا يحب يقعد ويسمع ويفهم خدمة النبي، هذول الجماعة لازمين المكان. فيطول المجلس يرحون الفقراء، بعد ذلك يتصرفون. النبي صلى الله عليه وآله بالباطن غير راضي من هالأمر، لكن ما يمكنه، ما يمكن. ليش؟ لأن إذا أراد أن يقول لهذا أجلس ولذاك امضي صار تكدر، والنبي جمع العالم ذاك اليوم وجمعني وإياك بأخلاق، ما قابل أحد بشدة أبدا. النبي يريد التساوي وياهم، ما يريد هذا مقدم ذاك مؤخر، كما أنا وياك هم نريد المستمعين إن شاء الله كلهم يكون ملتفتين، لكن ذاك الرجال شوي حاط رأسه هيك، وذاك هم مرتش على النخلة نحاس، وذاك عرفت ما يصير هيك. إحنا إذا نقرأ بالليل أو الصبح، إذا نقرأ الصبح وأنتم قمت تتنعشون، وبعد ما وصلنا واليوم يوم العباس بعد نايم مكندش هذا صاحبك، فصلواتها على النبي. الله يوقظنا وإياكم من كل سنة ومن كل غفلة، من كل سنة في كل عام وسنة إن شاء الله. صلوات أخرى. حسب الظاهر
شيء الذي إذا أبين بخدمة إخواني ما يستجلب لا كسل ولا نعاس على معين، إذا كاسلت أنا أمشي بالعجل أطلع. إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله ما كان يقول لأحد وخر تقدم هذا، لكن الله يعلم من النبي حاله وأخلاقه، أراد أن يبين للأغنياء الذاك ذولاك أنكم لا قابلية لكم، حبكم يطلع حب مجرد من بذل ومن صرف ومن مساعدة ومن معاونة ومن مساهمة، فحب مجرد شيء فيه حب إنما يخلوه بواسط فائدة، هذا حب ذاك هناك يخلوه حتى يحطون بماء يصير بارد يشربون الناس، كل شيء الحب بماء، والحب لابد أكو مستودع للحب، فإذا الحب خالي والحب مجرد شيء ما فيه. نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر قرأ النبي الأمر عليهم، أمر نزل علي من السماء من الله عز وجل، بعد هاليوم يجي مناجات سؤال كلام حدثنا يكون يعطي صدقة بالأول للفقير ويجي بعد الصدقة، أقل مسكوك جنابك تعطي الفقير فلس واحد وواحد يعطي دينار، ذاك أعطاه صدقة وأنت أعطيت صدقة، يطلق على العطاء قليلا وكثيرا تصدق. فالله ما عين، لكن حتى المسكوك القليل القليل هاش وشكوا عندهم بذاك الوقت مسكوك قليل، الأغنياء الذين كانوا يحضرون بخل شافوا هذا يمشي على طول كل يوم يعطون، مو بس كل يوم يجي العصير يجي الصبح كل يوم يعطيه، ثاني يوم الجماعة خفوا الأغنياء، هذا الحساب صار عندهم، الفقراء مساكين ما عندهم، وإلا الفقير تراها بالجرد مالها مية، فقراء ما عندهم شيء. ثاني يوم النبي سلامتك وحده بالمحراب، ماكو مصلي ماكو، وين الازدحام؟ يقول إمامنا علي، والرواية أيضا من مفسري هذه الآية من العام، يقول إمامنا: كان عندي دينار صرفته بدراهم، وكلما أردت أن أناجي النبي تصدقت بدرهم درهم درهم درهم، خلص الدينار والخرزة نزلت الآية، هذا منسوخ يسموه: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة وتاب الله عليكم. الفقير ربه هو يعطيه، ما محتاج أنك أنت تنطي الغني، الله ينطي، لكن راضي راويك أنك أنت غني لئيم. سيباشر التربى خدك وسيضحك الباكون بعدك، وترى الذين جمعت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما تركت لهم ولا يجدون فقدك. هنيئا لكم، لو أحسست أن بالمجلس في شي قسم ما حكيت ها، لكن الحمد لله كلكم منفقين في سبيل الله متقدمين، لهذا أتنشط وأقول لستم منهم أنتم، والله يجعلني أيضا معكم لست من هؤلاء، أنا وحده. فالإمام يقول بي خفف الله، أمر من الله، ما يكون واحد من عباد الله، من عباد الله ماكو واحد يكون يمتثل، حال عندنا حديث يقول مؤمن واحد كفاية عند الباري عز وجل، بالأرض إذا أكو مؤمن واحد كافي، خلي العالم كله يصير تمام. هذه واحدة، الواحدة الثانية هذه اللي يقول يا ريت إن تخصيص بالآية، قل لك أنا خسرت لك درهم، اللي قالوا سعد بن أبي وقاص تخصص علي بن أبي، هي علي بن أبي طالب، هذه يا إسلام مو خطاب، يا أيها الذين آمنوا، هي العلي قال له يا علي، هم ما أعطوا يسوي. وأما تخصيصه بالراية يوم خيبر كذلك، النبي ما أعطى الراية لعلي بالابتداء، إذ أنه كان شاكي وتعلم أرمد العين، هلما تعال أخذ الراية، يأخذها يضرب الهوى ويجي، يأخذ الراية يضرب الهوى ويجي، أين علي؟
فهي كانت العلي بالأول، لكن ماكو علي بالشأن ماكو، فعلي بالاسم وعلي بالشأن. يا علي يا أبا الحسن، إلهي بعلي بابن عم النبي، ارزقنا علو الهمة وشفاعة الأئمة. أين علي؟ لبيك يا رسول الله. هذه الراية، أرمد العين فسقاها من ريقه فشفاها. يلا يلا يا علي، يلا يا علي احمل الراية. بل حمل الراية، فنصرتها ونظرتها وعقلت فارسها. راية نعم يحملها علي، واحد يحمل الراية المجموع راية، المتشتت راية، هو وين والراية؟ خلي يجمع فكرة وراية. ها يلا يحمل الراية، الراية لها لها. لو علم النبي صلى الله عليه وآله أن الذي يحمل الراية يؤدي نعم حقها كما يؤديه علي لخصص علي. النبي ما إلى خصوصية، ما يقرب علي ويبعد غير عمه. فإمامنا أمير المؤمنين رآه النبي أهلا، لهذا خصصه بالراية في هذه الواقعة وقبلها وبعدها. فجدير وحقيق أن يكون علي بهذا الدليل حامل لواء الحمد يوم القيامة لهذه السابقة. كيف لا يحمل لواء الحمد يوم القيامة وهو حامل راية النبي في الدنيا؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وآله أن عليا أهل للراية وحمل اللواء خصصه له. ولما علم إمامنا حسين أن من بين إخوته الثمانية، صباحا بعض المستمعين ذا اشوفهم قدامي اول مجلس صباح هناك بينت شيء اللي ابينه بعد ما يمكن التكرار ماله، لهذا بعض الجماعة يتصور مثلا القراءة غير اللي هو في بلدهم. اللي في بلدكم يا جماعة قراءة مجلس معدود محدود، فالملة يقرأ على ترتيب من ابتداء الحملة ومن ابتداء نعم المشرعة وكلها يقرأها على ما تشي، وان شاء الله ان شاء الله هم هنا هم هالترتيب. انا هذا حالي، ليش ما اقرأ مجالس كثيرة؟ اهل كربلاء يسمعون جماعتي ما أقرأ. ليش؟ لأن أدري ما أدي إذا ضاق الوقت علي، وأنا أحب وأدري راح يصير هيك اجتماع وهيك مؤمنين، وأنا أمد يدي بالسؤال لأغوات الزائرين، وإلا أنا ما أستحق. فإذا يصير عندي شيء، ترى نظرا إلكم كخادم يخدم ببيت ملك أو في بستان ملك يامر عليه، هيك يقدم للخطار، هيك يقدم للأضياف، أنا هذه ثمانية إخوة إمامنا على الإجمال. اثنين أمهما أسماء بنت عميس، اثنين الدارمية، أربعة أم البنين. هذول ثمانية من بين أخوة الثمانية، ومن بين أولاد الستة، ومن بين آل عقيل، ومن بين آل جعفر، كلهم شاف. والأصحاب اللواء ما يحمله إلا أبو الفضل. وإن كانت الرايات قسمت على الأنصار، لكن راية راية، أكو راية وأكو لواء وأكو بند، هذني كلهن. هذا برغ يجي أكبر من هذا يصير راية، أكبر منه يصير علم، أكبر منه يصير لواء. فهذا اللواء يعني جميع راية بيرغ علم ينضم تحت اللواء، يعني الأمر كامل تحت لواء أبي الفضل. لهذا الذي هو الرايات تحت لوائه ترى يخلول اللواء محفوظ. لهذا الإمام حارس عليه قال له أخوي أنت ظل هنا، ظل 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 أمامي، ابني فدوي لك، خلي روح علي الأكبر أول قتيل، أولادي أنصار، لا كله كله أنت. فلهذا اللواء أدى أبو الفضل لازمة. وما يراد منه
هذا بالعرض ذكر وجل المصيبة. لما نشر لواء أبي الفضل أمام يزيد، هاي الكلمة تهول منها الطاغية يزيد، عاين شاف محل قبض كف أبي الفضل على اللواء أثر أكو. يقول قام وجلس متهول، لأن الكواز الحلي في مدح، هذا مو ذم، يمدح الهاشميين، يقول لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اصطكاك السمر قبض ظنيني مثل الحريص اللواء، لأن اللي صاحب لواء يكون أهل هو ثبات أكثر، إقدام أكثر، جنان أكثر. فيزيد لما عاين شاف هذا أثر، هذا أثر كف، وهنا باللواء بالراية قام وقعد متهول وهو يقول أبيت اللعنة يا عباس، يعني حد الفهر أنت وصلت إلى، لكن قالها بصوت عالي وهيج أخته، لأن أخته لما سمعت عدو يشهد لبس شجاعة وراح الأخ منها. الله يسرك إن شاء الله، الله يتقبل، ما أقول مني ومنك اللي في كربلاء، حتى من جماعتنا اللي ببلدكم، ها وين قطيف حسب بحرين بإيران، إلهي هاليوم العالم كله يصيح أبا الفاضل من المؤمنين، هاليوم كله متفق، إذا اختلف يوم علي الأكبر عندكم عندنا غير شكل، لكن يوم سابع عاشورة كله 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 يصيح يا أبا الفاضل، كله يصيح يا قمر بني هاشم، كله يصيح يا باب الحوائج. إلهي احنا بكربلاء، انا يقصر لساني لكن بجاه الزائرين، إلهي بهالساعة مجالس هواي تقرأ برا وبحرا، إلهي لكل من يهتف بأبي الفضل هذا اليوم تفضل عليهم بالأمن والإيمان والإطمئنان والصيانة لهم من كل أذى والعافية لجميع المؤمنين. لهذا أبو الفاضل حامل لواء، يابا يا جماعة مهلة رحم الله والديكم، اللي يشيل اللواء يتقدم غير، اللي يشيل اللواء عادة يتقدم الجيش، لكن أبو عبد الله ماذا يخلي يتقدم، ماذا يخلي، خلي يمك وهو يعاين وروحه تفوق، يعاين المقتول وتروحه وروحه تفوق ويسمع، يعاين وروحه تتقطع ويسمع وقلبه يتألم، اللي يعاين المقتول منهم من الهاشميين بعد شنو، ويسمع ينطي إذنه منه، يسمع عمي أنا عطشانة، يسمع الطفل يصرخ، يسمع الله أكبر ومصيبته، وحر قلبها عليكم يا آل رسول الله. قدم الإخوة، يا الإخوة تقدموا أنتوا يا أخوتي من أم البنين، استأذنوا المولى لعله أحتج بكم، تقدموا الإخوة استأذنوا من المولى، الإمام ما كان يأذن لهم، ما يأذن لهم نظرا لأخيهم، يقولهم وإني لظنين بكم على الحق، خائف عليكم علي، نظرا لمقام أبي الفضل استأذنوا الثلاثة، جعفر عبد الله عثمان انقتلوا، اجا الى الامام سيدي اذن لي اخذ بثاري اخوت، ماكو اذن، اخي انت العلامة من عسكري بعد ما ظل عندي غيرك، قل له يا خويا حسين يا زهرة ايامي، يا زهرة ايامي يا خويا نحلت سكنة عظامي، درخصني درخصني اريد الحق عمامي، اريد الثار قلبي دم يفور، يقل لو داعت الله يا عيوني، هلا بيك هلا بيك هلا بيك مهجور، يقل لا يا وداعت الله
يا عيوني نيتكم وحد تخلون. ركب وارزم ابو الفاضل، ركب وارزم وقالهم تعرفوني، طلعت حيدر اللي اسلم شكار، رؤوس الحرب والعباس الرئيس يتوب اخزر بين زفافة ملابي. حمل ابو الفاضل نشر اللواء وقد تزاحم العسكر على المشرعة، حمل عليهم الغافل منهم يبي نبهه، صاح انا ابن قتال العرب، انا ابن في الكرب، انا ابن الانزع البطين، انا ابن امير المؤمنين. قلب يسرى الحرب يمنى الحرب من فوق يسرى، ويسرى الحرب ذبها فوق يمنى، والجنحين فوق القلب والوا عليهن، والعزيز الروح من فار. لما صرخ ابو الفاضل الابطال هاجت، استعدت على مقابلة ابي الفاضل، فبعد هذا التنبيه راهم مستعدين للمقابلة، جرد السيف وحمل وهو يقول انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر، فاثبتوا اليوم لنا يا كفرة لعترة الحمد وآل البقرة. حمل البطل القمقام الأسد على هائك الأعداء، كشفهم عن المشرع، بعد أن كشفهم أبعدهم، خلت المشرعة، فالمشرعة وأبو الفاضل، أبو الفاضل والمشرعة. نزل لكن اللواء يرفعه، حتى لعل نظرة الإمام ينظر تراها طيبة، نقول خويا تراني بعدنها، لا يظل بخاطرك ها قلبك لا يتروع، أبو علي أخوك موجود. الله يحفظكم يا إخوان، يجعلنا أخوة إيمان كاملة بيننا. أبو الفاضل نزل إلى المشرعة، الهم اللي عنده هذا، أنزل القربة ملأها ماء، شد وكاءها. شقد خدمة أخدم، أسأل الله ينطيني إن شاء الله أزم هذا أخدمكم، هم قراية وهم تمثيل ده أسأله. القربة ملأها، شد وكاءها، وضعها على عاتقه مهلة. أنا ما أدري، ما أقدر أفسر لكم شيء، أنا أبين وكنتكم عندكم نور إيمان، الذي عندي أنا ما أقدر أقوله أو أشيء إلى إشارة، ما أدري. أبو الفاضل لما مد يده داري ومد إيده وما داري، هذه خليها على بالك، إذا كان داري ليش امتنع، وإذا ما يدري ليش ما يدري، مو مد يده ما أقرأ وامشي أركض، فكر زين. مد يده اغترف من الماء غرفة، هربها ورمى الماء. فأسألك داري أو ما داري، إذا كان يدري، إذا كان أبو الفاضل يدري شلون يمد يده، ها؟ إذا ما يدري يقين لهذا ما يدري، او عمل هالعمل هذا شلون ما يدري. ابو الفضل الدراية منه ما راحت، لان لو كانت الدراية رايحة من ابي الفضل كان ما اتذكر كل شيء. بس انا اللي اقول ما ادري، والمولى هو لعل يقبل.
أنا أقول لعل القضية لا أنه ما جرى ودره، من غلبة الحال عليه، من غلبة الحال. التعبان إذا وصل كي أي مكان بعد ما لازم تعال جيب فراش وجيب، تعبان وقعد، مريض وقعد، عطشان ووصل إلى ماء، وإن كان شرط يعرف الماء لكن مباح الماء يشرب، واقف جالس بعد مو شرط، لأن العطش متغلب عليه، تصورون؟ فلعل منها التوجيه أن العطش أثر أثرا على أبي الفاضل في صورة مد يده، فلما صار قريبا منه صار الالتفات عنده، فصرف حر العطش عنه، إذ أن عطش المولى أقدم منه، فألقى الماء وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين شارب المنون الموت، أخوي يشرب موت وأنا أشرب ماي، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أكو بيكم نعم عراقي أو حجازي أو بحراني ما يحفظ؟ كلنا نحفظ، هذا من زمان هذا محفوظ، لهذا نقرأ أنا وياك: شلون أشرب وخو يا حسين، عفرم عفرم عفرم، شلون أشرب وخو يا حسين، وسكنة والحرم وأطفال، وظن قلب العليل التهب، يا ريت الماي بعد لاح الأومر، هذا الماي يجري بطون حيا، وضوق قبل جبد حسين هيها، وظن طفلة يا ويلي من العطش ما، ظن موت قرب والعمر قصر، خرج من المشرعة ولم يشرب ماء، خرج والقرب بعاتقه واللواء منشور على رأسه، فلما خرج وصار على متن الشريعة تراجعت الخيل عليه والعساكر، بس صارت الإمة لأبي الفضل المحافظ على الماء حمل عليهم وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى ميتا عند اللقاء، إني أنا العباس أغدو بالسقاء، تسمع بس رنين السيف بالطاس، وما هو قرومها بالخيل تنداس، ثلاث تنعام بالميدان عباها. يا بي زوار، اذا عندك اخ عضد الك وانت سافرت، ترى اخوك بال عليك، ها ترى فكرة يمك وين كان انت زاير، ليش يظل فكرة يمك اخوك؟ وش عليك انت جاي للعراق ومالية عندك، راح تروح الكربلاء والنجف، اخوك لا يظل ببال عليك، خلي يظل ببال الحسين بين السيوف اخوه. ماجور ماجور، هنيئا لك، مرحومة عبرته، ما علي أخوك يزور ويرجع لك، لكن العباس راح من أخوه ما رجع لك. أبو الفاضل يا أحمل قلب الميمنة، هذا اللي تبي على ما تريد، قلب الميمنة على الميسرة، والميسرة على الميمنة، والقلب على الجناحين، غاص عام في أوساطهم، خرج من أعراضهم. سيدي راح نقرأ لك كلنا احنا، الذي داخل الحسينية اللي بالجادة، على حساب انا اقرأ للزوار، ها، لكن انا وياهم راح نجعل التوجيه لك والقراية لك يا غريب كربلاء. فبينا هو يحمل كمن له، لعين ضربه بالسيف على يده، وسيداه وعباساه
مصيبتاه عز علينا يا مولانا. معلم التفت المؤشر يمين فدوه، هو الا ما تقدم الى الميدان يضحي بالجسد كامل يمين ملازم، هذه اليسرى اخذ السيف مفعولها مفعول اليمين، حمل ايضا على الاعداء دمر في وجوههم محاربا بالشمال. هاجركم الله كمن له لعين، ترى عمري ما اقرا هذه كربلاء وجماعتنا يسمعون قطع يميني وشمال، ترى ما اقرا طول السنه هذه، انا ما اقرا الا هاليوم هذا بس، والا ماكو حاجه اقرا مصيبه ابي الفضل سائر السنه اقطع يمينش، ماكو حاجه هاليوم بس، هو يعلم ابو الفضل. فضربه لعين بالسيف على شماله. ايوه سيده، ابو الفاضل ضم اللواء والقربه، صار عنده شيئين اللواء احضنه، حضن اللواء الصدره، لان اشياء مهمات اثنين عند بعد قطع اليمين والشمال، عند مهم وصول الماي لان ضحب اليمين فدوى للماي، اليسرى فدوى للماي، هم بس يوصل الماي لحسين، لا قاما ولا قعدا الجفين فدوى، بس المحافظه على القربه، القربه خلاها امامه هيك ها، وهو صار وقع لها واللواء ضم بزنود الصدرة. يعني شنو؟ يعني سيدي هذا اللواء سالم، اخوك سالم، لا يتروع قلبك ابو علي. اجركم الله رفع رؤوسكم ورأس كل موالي بالعز لهذه المصيبة، واذا بلعين خلف نخله كامن بيده عمد حديد. وسيداه وعباسا، قال يا عباس اين يمينك اين شمالك؟ قال ويلك لما كانت عندي يد ما اتيت. عجركم الله، قال ان لم يكن لك يد انا عندي يد. فضربه بالعمو. ايوه سيدا، فهوى مناديا يا اخي ادرك اخاك. ايوه يا ماما، الهنا بابي الفاضل تفضل علي. بالرحمة واكمال النعمة، إلهي بأبي الفضل تفضل يا مولاي على جميع من يجمعنا وإياهم الإيمان، بأي مكان كانوا بأي لسان كانوا يجمعنا وإياهم الإيمان، اللهم ثبتهم على الإيمان وإيانا يا إلهي، اجعل هذا العمل مقبولا عندك بواسطة إمامنا، ولا تجعله آخر العهد من خدمتنا، أعدنا موفقين لأمثال هذه الخدمة، وتقبل منا وبلغ أمواتنا وأموات المؤمنين بكرمك ثواب الفاتحة.